ادخل مكانه ابن خالد الشاب المنيعي. ميساج إطرا فاميلي هل سيدوم تجديد اللقاء كل سنة مع فرحة ضمان البقاء؟ ميساج إطرا فاميلي هل سيدوم تجديد اللقاء كل سنة مع فرحة ضمان البقاء؟ وهي رسالة واضحة إلى المكتب المسلم للفريق اللي ولينا تلعبوا غير على البقاء عوض اللعب على الصعود. ومثل هذا اليوم أو مثل هذا الشهر 21 بالضبط 21 مايو سنة 2014 كان اتحاد الزميلة فينيسيات مباراة ضد رشاد بروسي في الدار البيضاء وتمكن من الفوز ومن الصعود لكأس المحترف الأول. هو فريق وفي الدورة 29 هو فريق شباب أطلس خليفة. Thank you.